ومن الخرطوم ينضم إلينا محمد علي فزاري الكاتب الصحفي. سيد محمد، إلى أي مدى هناك إجماع من المعارضة على قبول الوساطة الإثيوبية؟ نعم، بالتأكيد هنالك شبه إجماع على المعارضة حول الوساطة الإثيوبية التي دعا لها رئيس وزراء إثيوبيا، وكذلك دعمها الاتحاد الإفريقي. واليوم رأينا أن إعلان البيان الختامي لدول الاتحاد الأوروبي قد شدد على دعم هذه المبادرة الإفريقية، رغم من أن هنالك خشية من أن تدخل الفاعلين الدوليين في الشأن السوداني قد يضر بالقضية ويحولها إلى قضية دولية، وهو ما تراه بعض القوى السياسية التي لا تشارك تحت مظلة قوى إعلان الحرية والتغيير. ولكن كان لافتا أن المؤتمر اليوم الذي المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل لحظات جاء تحت مسمى تجمع نقابات المهنيين السودانيين، الأمر الذي ربما يراه البعض هنالك يعني شرخ بين قوى إعلان الحرية والتغيير. ولكن كان متحدث باسم تجمع المهنيين يشير في أكثر من مرة باسم تجمع المهنيين السودانيين وإعلان الحرية والتغيير، مما يؤكد أنهم متوحدين وأنهم عادوا مرة أخرى لصدارة المشهد السياسي بعد أن قيل أن دور النقابات المهنيين قد خفض قليلا في الفترة الأخيرة، وهو الآن قد أعلن جدول تصعيد الثوري الذي نشر في الصفحة الرسمية لموقع نقابات المهنيين السودانيين. وربما هذه بداية لخطوة جديدة تصعيدية في إطار الضغط على المجلس العسكري للاستجابة للانتقال لسلطة مدنية متوافق عليها. طيب. نعم. كانت هناك قبل ذلك محاولات من إثيوبيا للوساطة، وصفها البعض عند ختامها بأنها فشلت أو لم تحقق المراد. هل تأتي الوساطة هذه المرة بشكل مختلف بأفكار جديدة أم على نفس الأسس؟ أكيد ستأتي هذه الوساطة في المرة القادمة بأفكار جديدة، خاصة وأن مبعوث الرئيس الإثيوبي رئيس الوزراء الإثيوبي قد اجتمع مع عدد من الأطراف وأخذ بعض الملاحظات والتحفظات من الجانبين، ربما يضعها أمام رئيس الوزراء في أديس أبابا، ومن ثم سيعود رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الأيام المقبلة للحديث بصورة أكثر جدية، خاصة أن هذه المبادرة كما أسلفت أنها وجدت دعما دوليا وإقليميا كبيرا. وبالأمس كان الأمين العام للجامعة العربية حث الأطراف للجلوس مرة أخرى واستئناف التفاوض، كذلك جميع الأطراف تدعو الآن السودانيين للعبور من هذه المرحلة والانتقال نحو السلطة المدنية المتوافق عليها. ربما الشروط المسبقة التي وضعتها قوى إعلان الحرية والتغيير هي من عطلت هذا التفاوض، وكذلك المجلس العسكري هو من ارتكب المجزرة التي حدثت في 29 من رمضان، هي القشة التي قسم ظهر البعير وعادة الحراك الثوري للمربع الأول. ربما الرئيس الوزراء الإثيوبي لديه ما يحمله في حقيبته عند عودته للخرطوم لدفع الأطراف مرة أخرى بروح جديدة نحو التفاوض، ومهما اختلفت الأساليب وأساليب التصعيد المضاد يظل الحوار والوفاق هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اتفاق بين الأطراف. سريعا، هل الإجراءات التصعيدية مستمرة أم ستتوقف مع الوساطة؟ وسريعا، تجمع النقابات المهنيين قال أنه سيواصل في التصعيد حتى الوصول إلى الهدف المنشود، وهو تسليم السلطة للمدنيين. اليوم بدأت بعض المظاهرات في بعض المناطق وهي كانت خفيفة وقليلة العدد، ولكنها ربما هي نذر لبداية جدول تصعيدي في خلال الأيام المقبلة، وهي تسير جنبا إلى جنب مع العمل التفاوضي. أي أن تجمع المهنيين و قوى الحرية والتغيير يقولون أننا سنستمر في التصعيد، وكذلك نحن نتمسك بالوساطة الإثيوبية. ربما يريدون أن يواصلوا ضغطهم على الشارع وكذلك على المجلس العسكري الانتقالي. شكرا سيد محمد علي فزاري الكاتب الصحفي، كنت معنا من الخرطوم.